صوره حلوه مع الوزير طبعا. فالحقيقه احنا سعداء ان احنا موجودين، شايفين اعداد جميله من السائحين من جميع انحاء العالم، مبسوطين جدا بالعوده دي وان شاء الله خير باذن الله. يوم 22 اكتوبر ان شاء الله تعامد الشمس على وجه التمثال الملك رمسيس. ما هي اخر استعدادات وزاره السياحه بقى؟ الحقيقه احنا بنرتب مع وزاره الاثار وبنرتب مع وزاره الطيران علشان يكون في رحلات اكثر تقدر توصل في وقت التعامد. بننسق مع بعض على وجود احتفاليه، وطبعا معانا برضه وزاره الثقافه، فاعتقد انه يمكن الجديد ان هنحاول يكون البث بشكل مختلف. احنا يمكن في حملاتنا الترويجيه معتمدين اكتر على المنصات الرقميه وعلى الترويج الديجيتال، فان شاء الله يكون في عندنا يعني حرص اكبر ان اكبر عدد من في العالم يقدر يشوف معانا الحدث ده ان شاء الله.